محضر ايه بقى يا فندم؟ لسه في ايه؟ انا محضر عشان اقول لك. اتفضل. انا عايز اشوف اللي في الورقه دي. بصي حضرتك، احنا عشان التنزيل احنا نتفق الاول ان في تكلفه فرصه بديله ولا ما فيش، عشان الناس ما تزعلش من اللي فات. هي الناس لو ما زعلتش مننا اللي فاتت مش هتزعل مننا من اللي جاي، لان احنا ما انت استغليت حاجتي. لا ما انا خلاص انا هقول لحضرتك، ما انا هعوضه لك اهو بقى. ازاي؟ بس في حته صغيره عايزين بس ناخد بالنا منها. دلوقتي الجمارك لما نزلت من 18 ونص المعلن ل 16. طبعا هو لسه ما حدش طلع عربيات خالص على 16 جنيه. اولا حصل فيه غلطه كبيره جدا، وانا احب اقولها حتى على الهوا، ان القايمه بتاعه الجمارك نازله بالدولار بس هو اللي اتغير 16. عايز اشوف اليورو كمان. ما جاش جنب اليورو. اليورو سابه ب 19.73. والين سابه زي ما هو، واليوان الصيني سابه زي ما هو، وكل العملات التانية سابها. هي دي اعتقد انها غلطة من اللي حطوا، اللي خدوا تعليمات السيد الوزير، فقاموا حاطين الدولار بس. عشان الدولار هو اللي مسمع. فما عملوش هو ايه اللي ريليتد له، فما نزلوهوش. يعني احنا علاج بين الدولار واليورو بالظبط. ما هو يعني تقريبا هيعدلوه بكره اعتقد. في ريد علامي مش بس في مصر. فحضرتك الدولار اما عملوه 16 جنيه، حضرتك احنا عندنا ثلاث انواع من العربيات. طبعا هو لسه ما حدش جمرك خالص، ولكن احنا بنطالب شويه ان الناس تعمل متوسطات وتتعامل. بس طبعا دي برضه بتتوقف على حته صغيره. هل انا ضامن ان الدولار خلال 3 شهور، ما عشان اعمل فرصه بديله، العربيه اللي مكلفاني 100,000 جنيه او 150,000 جنيه على 17 جنيه ونص، انا عايز ابيعها لك مثلا ب 140 ب 135. هل في بقى ضمان او رؤيه معينه لثلاث شهور قدام ان انا هشتري الدولار تاني ب 16 جنيه او ب 15 ونص، عشان اعرف اعوض خسارتي اللي انا خسرتها، نفس الفرصه البديله بالظبط وانا بكسب خلاص؟ هترجعني تاني برضه لنفسي. بالظبط. فانا هقول لحضرتك على النسب الاول اللي هنحطها. الجمرك في العربيه في ثلاث انواع من العربيات عندنا بنتعامل فيها. نوع اللي هي السيارات العاديه بنسميها العاديه، اللي هي بتيجي معلاش اي اتفاقيات دوليه زي الياباني والكوري والصيني، كل ما هو ياتي بره الدول الاوروبيه. ده حضرتك نسبه الجمرك فيه حوالي 36% من ثمن العربيه. ال 36% دول لو ضربناهم في ال 15% اللي نزلهم الدولار من 18.5 ل 16، العربيه تعمل عندنا 5.5% من انا دايما بحب اشتغل بالنسب، عشان في وحش ما فيش واحد يقول لا ده العربيه ما نزلتش غير 5000، طب هي كانت بتزيد مش عارف كام. انا بقول نسبه كده هتنزل ايه، 5%؟ 5% 5.5% بالظبط. العربيه اللي بتيجي من الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي بناخد عليه الخصومات. لان 5% دي 5% قليل قوي يعني. احنا بنتكلم على الجمرك على فكره، احنا لسه ما جيناش للعربيه، احنا بنتكلم على الجمرك بس. طيب بنيجي بعد كده على العربيه الاوروبي. العربيه الاوروبي دي جمركها تقريبا بيمثل من اجمالي ثمن العربيه، اما نحطه على من ثمن العربيه يطلع 24%. لو ضربناه في 15% هيطلع التخفيض بتاعها حوالي 3.5%. العربيه في اتفاقيات زي اغادير، العربيات اللي بتيجي من المغرب، والعربيات اللي تحت ال 1200 سي سي دي فيهاش جمارك، زيرو جمارك، بتدفع رسم تنميه وضريبه قيمه مضافه بس. دي طبعا الجمرك بتاعها حوالي 13% من قيمه العربيه. ففي الحاله دي 13 في 15% يطلعوا اقل من 2%. احنا على فكره ما حدش يزعل مني، انا بقول الحقيقه بالارقام. فده بالنسبه للجمرك. بالنسبه لثمن العربيه انا قلت فيه نزول فعلا بجد 3%. يا جماعه هي ارقام، ما خلي بال حضرتك بقى ال 5% في عربيه ب 400,000 جنيه. ما هي نطت اصلا لسعر غريب، اللي كانت ب 70 بقت ب 300. عشان الدولار كان ب 8 جنيه بقى ب 18 او ب 19 او ب 17 حتى اللي احنا بنقول بيه. اما نيجي على العربيه بقى نفسها حضرتك، دي مش هتحصل الا لو اتعملت دراسه وفضل الدولار واطي او بيوطى لمده لا تقل، عشان نبقى ناس يعني متفائلين شويه، من شهر لشهرين. لان كل الناس اللي عندها بضاعه غاليه او دفعت على 17 جنيه ونص، انا بقول اهو بعيد تاني، مصر كلها ما فيهاش عربيات سعرت على 19 جنيه و20 جنيه، الكلام ده مش موجود خالص. كل العربيات اللي موجوده متسعره الماكسيمم بتاعها 17 70 قرش، وده معروف على مستوى كل بتوع العربيات او المستوردين.